كفته بالله دق على شكوش ياوا. جواله مقفل. غريبه، ما هي من عوايد شكوش يقفل جواله. يمكن انه مات. يا اخي اذكر الله، وش اللي مات انت وجهك؟ لانه اي واحد يقفل جواله يجيني احساس انه صار له حادث ومات. يرحم والدينك، لا عاد تحس ابدا، خليك ساكت. نسوي وش نسوي؟ دق مره ثانيه، ممكن شبكه. الحين وش الوضع مع تركي؟ شكلي مزبدنا. لا لا انتبه، تركي فضيحه، بعلم عيال متهمين ومتهمين شوكش بالسرقه، وان ما نستحي ولا نقدر الخوه. طيب وش العلم؟ العلم سلك له لين تثبت التهمه، ويعرفون عيال انك ما اتهمت الا وانت صادق. ايه هذا شورك؟ هذا شوري، ما جاك عندي. اجل شورك وهدايه الله. والله يا اغبني مردوده مردوده. بتوسع صدرك عليك. انت ما شفته ايش يقول؟ بس حركاتك امس مع عامر وصالح والله ما لها داعي، وخاصه قدام الضيف. انا ما اسوي شيء ياسر للهدف. كيف يعني؟ شوفوا، قد شفتني يا ياسر اتآمر عليك انت كفته؟ لا والله، بس لو تكرمت يعني تعلمنا وش السالفه. الله لو تكرم. شوف 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 الاسلوب، اسلوبك رائع انت، يخليني اصالحك، يخليني اعطيك كل اللي عندي. شوفوا يا جماعه، أبا أقول لكم كل شيء بالحرف عن عامر وعن صالح. كلنا منصدمين من اللي سواه فيك عامر وتركي قبلك. كله من ذي يا صالح. إي والله إنك صادق، هنا المشكلة. عامر يصدق صالح في كل حاجة لأنه ولد عمه. الله يعين. المهم يلا هنا ماشيين، تبي نجيب لك أكل من البيت من المطعم؟ إيوه أبغى أكل. إيش تبغى؟ سوشي. ما هو؟ سوشي. الحين السوشي ما أكلته أنا وأنا برا السجن، تبي أجيب لك سوشي هنا وسط السجن؟ المهم. جيب لك سوشي حقكم ان شاء الله، ما انتو يغمش. وبجيب لك معصوب. يا ولد العم الله، اني ودي اقول لك شيء بس متردد. اخلص ايش عندك؟ انا الهلي. لا تقول الزرافه ياسر ولا كفته مو بشكش. لا لا دا ولا دا. ما بقى لك تشك في ابوي انت. ايه تراك نكبت ام العالم. الله يصلحك، الموضوع اسهل من كذا. وش عندك يا اسهل من كذا؟ تذكر يوم طلعنا انا وياك من استراحه؟ يوم يطلب منك ترك الهلي وكرشته؟ ايه اتذكر، قبل 3 ايام. الله عليك، انت رجعت معي للاستراحه اولا؟ الا بس من وين اخذتك انا؟ دزها يلا. وعقبة رجعتك البيت، مصير ناخذ متارك من المحطة. باكر وعدنا الصبح ومرة نطلع جميل المزرعة. أبا دزها لها يا ولد العم. ورا ما قلت لي أنك من سيارتي بالمحطة. والله ما تذكرت إلا البارحة العصر، ومن وقتها ما أدري شلون أقول، خاصة عقب ما نكبت أنت تركي وشكوش. يا شيخ، متذكر من أمس العصر ولا علمتني؟ وبعدين تعال، أنا اللي نكبت تركي وشكوش ولا أنت؟ الله أني مستحي منك يا أبو دلعم، بس أبشر بالعوض. أبشر بالعوض ها؟ دزها، دزها المحطة دزها. شو أسوي الحين؟ دزها. نلقاه نلقاه.